إيزابيل السيد أحمد الأسلاوي لسيد رئيس تعاوني التواصلكم، وأعطي الكلمة الآن لسيد رئيس أكاديمية المستقبل الإعلامي والتواصل بالرباط أستاذ خبير السيد إسلام السوزي، فليتفضل المشكور. التي تشرف على إنهاء عقد
أفقه يتطلب جهدا كبيرا. ورجائي قليلا من الصمت لكي نستمع إلى بعضنا البعض. إذن حفل التكريم هذا كما سبق أن قلت ليس للاحتفال فقط، وإنما لتأثيث ولترسيم ولرسم صورة مثرجة وصورة قوية لإعلام الجهوي القومي. فنحن في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف نؤسس الفرع الثالث خلال منتصف هذا الشهر بمدينة مراكش أو بجهة مراكش، ولم يبقى إلا قليل من الجهات لنكمل إحدى هذه الفروع، وبالتالي سيكون لنا أو ستكون لنا محطة أخرى، وهي المحطة المهمة في المجال الإعلامي بلادنا. هذه المحطة هي محطة التكوين والتكوين المستمر الذي نحن في حاجة ماسة إليه نحن جميعا كإعلاميين، لأن هذه الثورة التقنية الفظيعة تلزمنا وتفرض علينا أن نواكبها بما تتسارع وتسابق في تطوير منتوجها الإعلامي. لن أطيل عليكم مرة أخرى، أبلغكم تحيات الفيدرالية أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف، وأحيي هذا الحفل الكريم وأحيي هذا الالتفات الإعلامي الجهوي حول شخص زميل لهم كانت الشعلة في بداية التسعينات للصحافة بهذه الجهة. وسبق أن كنت في تصاريح متفرقة على أن صحيفة الشرق الشهيرة كانت بمثابة جوجل الحالي بالنسبة للقارئ في المنطقة الشرقية، وكذلك بالنسبة للقارئ على المستوى الدولي بالنسبة لمغاربة العالم الذين كانوا يجدون في جريدة الشرق بالرغم من قلة التواصل الملاذ والنافذة التي يطلعون من خلالها على مجريات الأحداث بهذه المنطقة. لكم تحيات المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشر الصحف ورئيسها الأستاذ الزميل نور الدين مفتاح، وشكرا لكم على إصغائكم. اسمحوا لي في كلمة مختصرة جدا كي أتقدم بعنوان آخر، وهو بصفتي مدير أكاديمية المستقبل للإعلام والتواصل التي أطرت هذه الدورة التدريبية على مدى 3 أيام بتنظيم من تعاونية التواصلكم، يمكنني أن أبعث برسالتين أساسيتين وأنا متواجد في هذه المدينة العزيزة علي، المدينة التي درست فيها وتعلمت فيها الدراسة الجامعية وتشبعت بحضارتها الأندلسية وغصت في تلاليب تراثها المادي واللامادي وأحببتها وتزوجت منها. إذن رابط دولي. إذن فرحة كبيرة أن أقف أمامكم بكل تواضع ليقول أن الإعلام يشترك في هذه اللحظة الحاسمة وبلادنا تعيش تطورات سياسية كبيرة وخطيرة في علاقاتها مع الجوار، ويبدو أن الصحفي كما نعلم هو ذاك الجندي المتمركز دائما في الخنادق وفي مقدمة المعارك، فلذلك نحن الآن في مقدمة هذه المعارك. علينا أن نتسلح بالتكوين، أن نتسلح بتطوير محتوى المهنة، أن نتسلح بأن نتصافح ونتصالح فيما بيننا نحن الزملاء والزميلات
ولا يكون أمامنا إلا شعار واحد هو تحسين جودة المهنة، هو إعلان الحقيقة وكشف الحقيقة للرأي العام الوطني والدولي بالأساس حول كل هذه التربصات وحول كل هذه التواطؤات المتواصلة ضد مصالح وحدتنا الترابية. الرسالة الثانية، حتى لا أطيل، لا يمكن أن يكون جسما صحفيا قويا بدون أن تكون سرائرنا ووجوهنا تشع نورا وصفاء ومحبة ومودة. الصحفي يعيش التدافع، يعيش التنافس، لكن هو كالجندي قد يتخاصم مع زميله، لكن حينما يسقط أمامه فصديقه الذي كان عدوه هو الذي يأخذه في أحضانه. فهذه رسالة مودة من زميل لكم قضى أكثر من 3 عقود في هذه المهنة، مهنة المتاعب الغير مفروشة بالغرور، لكن عشقها وجمالها وبهاءها وحبها أخذ مني كما أخذ من الزميل محمد الهرب المحتفى به الشيء الكثير، لكن ما زال المشوار طويل، وأتمنى أن يأخذ زملائنا وزميلاتنا في الشرق هذا المسار بجدية، وأن نلتقي في محفل آخر مع شخصيات إعلامية جهوية بهذه المنطقة العزيزة لنكرمه ونحتفي به ونحضره ونعرف بمناقبه. شكرا لكم على